فقمت انا على السرير، طلعت الغرفه، فلقيت النار ايش داب في ايش في بنت سجل الفرشه. فقمت على السرير طفيتها واخذنا سياره ورحنا على كمال الادوان. فكمال الادوان توجهنا الى مستشفى الشفاء اللي هو حاليا. فقعدنا فيه ابو 4 5 ايام فيش علاج، طبعا من دون علاج حطونا برهم هيك بس تصبير. فجاه هيك الجيش كبس علينا في الليل. الآن لما الجيش كبس علينا قعدنا يوم يومين ثلاثة لا أكل ولا شرب ولا علاج للطفل هذه سجن. الآن لما شفنا الإشي يعني طوال وإشي ما طوال صار الجيش يزعق الكل يسيب المريض يطلع من المستشفى. فأنا إيش اتجهت للممرض الدكتور وأنا عمي بزبط بدخل بنت وأطلع وين فيها. فقال لي سنة شوف الجيش الإسرائيلي. فشوف شاف الجيش الإسرائيلي الجيش قال له إيش قال له طلعهم. فطلعت البنت هذه فتحت الأمطار فتحت الشتاء على وجهها إيش في إيده والأجهزة في التنفس. قال لي بقول له أنا بروح كمان الأدوان أعالج الطفل هذه. لو الجيش بقول لي لا من هنا هيك اطلع هيك على شارع الرشيد وعلى الجنوب. فجيت في هذا الطفل سجى من الساعة 8 وصلت أنا المغرب مشي من مستشفى الشفاء لعند العيادة الطبية هذه الصغير الأحمر. إجاني الإخوة يعني أنا تعاملوا معاها يعني الحمد لله يعني وإن شاء الله يعني تحسن الأمور. ونجد من احد الصحفيين يعني انهم يعني يناجدوا معنا في الامور هذه يوافقونا في الامور هذه يشاركونا موضوع انه اطلع هذا الطفل يتعالج برا لان هذه طفله هذه لها مستقبل اكثر مني يمكن انا هذه ولي بالاخير بالضبط طفله صغيره ممكن قد ودي نحقق احنا ممكن تتعالج.